وسط ميدان إيطالي بعقد قيمته 70 مليون دولار ومدته 5 سنوات وراتب خيالي، هكذا أعلن فريق نيوكاسل الإنجليزي دخوله الميركاتو الصيفي الحالي. الإعلان عن خبر انتقال ساندرو تونالي من إي سي ميلان إلى نيوكاسل تحول إلى جدل بين عشاق نيوكاسل وإي سي ميلان. هل يستحق تونالي هذا المبلغ؟ بالنسبة لعشاق إي سي ميلان، تونالي يستحق 100 مليون أو أكثر لأنه القلب النابض للفريق، والقلب النابض لا يقدر بثمن. لكن بعيداً عن العاطفة، من المنصف القول إن فريق إي سي ميلان لم يصدق عرض 70 مليون دولار الذي تقدم به نيوكاسل. لاعب موهوب دون شك، مهارات ولياقة بدنية عالية، لاعب يجمع بين أناقة بيرلو وصلابة كاتوسو، ميزات يحتاج لها أي فريق يريد العودة بقوة لمنافسات تشامبيونز ليج، أحد أفضل لاعبي وسط الميدان في إيطاليا. لكن التألق في الملاعب الإيطالية لا يضمن قطعاً سرقة الأضواء في الملاعب الإنجليزية. البريمير ليج عالم مختلف. لوكاكو صال وجال مع إنتر ميلان فقط ليتحول بعد ذلك إلى لاعب مغمور مع تشيلسي. صحيح، لاعبون إيطاليون عديدون تألقوا بالبريمير ليج وتحولوا لأساطير لدى المشجعين الإنجليز. جيان فرانكو زولا وجيان لوكا فيالي وروبرتو دي ماتيو مع تشيلسي، باولو دي كانيو مع ويست هام وشيفيلد وينزداي وويست بروميتش، بينيتو كاربوني مع شيفيلد وينزداي وأستون فيلا وبرادفورد سيتي، والقائمة تطول. لكن نحن نقيس قيمة تونالي على أرض الواقع. أداؤه الموسم الماضي مع إي سي ميلان افتقد التركيز أحياناً وظهر عليه الارتباك في بعض المباريات، كما ظهر للجميع ضعف اللاعب على مستوى الضربات الرأسية. لاعب لا يستحق 70 مليون دولار في الوقت الراهن، لكن بإمكانه أن يدخل خانة 100 مليون أو أكثر مستقبلاً. وهذا يجرنا لسؤال آخر، هل دفع نيوكاسل 70 مليون دولار لتحقيق نجاح فوري؟ أم أنه استثمر في موهبة للمستقبل؟